بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نفتتح أشغال المجلس القومي في الأمن، وخلافا للعادة فأني سأقول كلمة. ليش؟ لأن مفهوم المجلس هذا عند الناس يختلف، يعني البعض يظنه هو اللي بشي يعوض الحكومة، والبعض الآخر يظن يعوض القضاء، والبعض الآخر، وفي الحقيقة النص نفسه هو متاع التكوين المجلس يسمح بكل شيء، لكن نحن معناها تكون النظرة متاعنا نظرة موضوعية، وما نشي في نيتنا باش كل شيء يتوجد ننظر فيه، لكن كيف يطلبوا منا بعض من الجهات أن ماذا بينا تنظرونا في الموضوع الفلاني، ما نجموش نعتموا. يعني علاش قلت لكم هذا؟ لأن أخيرا ثم الهيئة للدفاع حبوني زيارة، أنا مبدئيا نقبل الناس كل اللي حاب يجيني يجيني، لكن زادا ما نتحكمش اش باش يقولوا، اسمعهم كاو. وهذا اللي وقع، بقى الموضوع هذا يعني اثار حساسيه لدى بعض الجهات نهضه منا. يعني انا مش في ورد النهضه ومش في ورد حتى حد، نخدم مصلحه تونس، ولكن ما عنديش يعني ضديه لا ضد هذا ولا ضد هذا، يا نهضه وما بالعهد من قدم كنت دافعت عليها، وإلى اليوم ما عندي حتى مشكل لا إيجابي ولا سلبي. هذوما الناس موجودين في المشهد السياسي يلزمنا نتعاملوا معهم بوجود. هذوما الناس جاوني وقبلتهم، ثلاثة محامين، محامية وزوز محامين، ونقول لكم بكل صراحة كلام معقول، لا مش يخرجوا في الموضوع، وجابوا لي مجلد بربي كان عندك جيبوا لي هذاك وقتها نوريه لكم. يعني قالوا لي هام الوثائق اللي نحن عندنا، نغمض عينيا يمكن شيء يجيبوا لي هالوحده ذي نقول لهم ردوه وزمة. وشنو السر اللي ثم هو؟ يتوى المساله مفضوحه، العالم اجمع يتكلم عليها، هالجهاز السري هالجهاز غير السري، هو ما عادش سري تو بعد كل شيء، لكن يظهر أثار حفيظة النهضة، وصدروا بيان في الليل كيفاش الرئيس يقبل كذا، وتكلموا عندكم في المجلس شو يقبل؟ يا أخي أنا في وردهم إذا يظنوا، وأني أنا توا كيف يقولوا الكلام هذا ينبات ما نرقدش في الليل، راهو غالطين. أنا ضميري مرتاح، نحب تونس لباس، أنا ماني وقت مشيت نصرح بالمكاسب، قال لي سي العميد اللي كان عميد، قال لي وزاد لازمك تصرح بالمصالح. قلت له كيفاش؟ قال لي ما هكا. قلت له بالمصالح ما في باليش، أما عندي ما تصرح. قال لي تفضل، جاب لي ورقة في بالي باش نكتب. قلت له أنا المصلحة متاعي اللي عندي فيها مصلحة هي مصلحة تونس، ما دام متفقين هكا نمشيو مع بعضنا في هذا الموضوع، تفصلنا معنا في الموضوع. دونك انا في وضعي هذا مش عندي ما نخمم على شكون، وانا البيان اللي عملته النهضه ليلتها يعني في الحقيقه في تهديد لي. شو انا مش نسمح بهذا؟ اذا خلالك الجو فبيضي وفرخي، اما معناها ما تاكلش هذه الامور، ولهذا طول المحاكم تنظر فيها.